بالعلم ترتقي الأمم، وبالتربية تصل القمم، والتربية والتعليم أساس تنشئة الأجيال تنشئة صحيحة يبنى من خلالها المستقبل الواعد للأوطان. لذا فقد كفل الدستور الإماراتي ومنذ تأسيس دولة الإمارات حق التعليم لكل مواطن، وهو إلزامي حتى المرحلة الثانوية ومجاني في جميع المراحل للمواطنين في جميع أنحاء الدولة. وركز الدستور على الدور الأساسي للتعليم في تقدم المجتمع، كما أكد على دور الحكومة في وضع الخطط اللازمة لنشر التعليم والقضاء على الأمية. ويعد توفير نظام تعليمي رفيع المستوى أحد مرتكزات الأجندة الوطنية لتحقيق رؤية الإمارات 2021، حيث تضمنت عددا من المؤشرات الوطنية لتحقيق ذلك، ومنها التأكيد على أن يكون طلاب دولة الإمارات من بين الأفضل في العالم. وتضم الأجندة كذلك مؤشرا يقيس نسبة المدارس التي تلبي معايير محددة لجودة المعلمين، استنادا إلى نظام واضح لتقييم وقياس الأداء، حيث يعتبر محور جودة المعلمين أحد أهم محاور جودة العملية التعليمية. واستمراراً للنهج التطويري في المسار التعليمي، وبمباركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، أعلن عن تغيير هيكلي في قطاع التعليم في الدولة، حيث تم تعيين معالي أحمد بن هول الفلاسي وزيراً للتربية والتعليم، معنياً بمراجعة كافة السياسات والتشريعات لمنظومة التعليم بالدولة. كما تم تعيين سارة الأميري وزيرة دولة للتعليم العام وتكنولوجيا المستقبل، ورئيسة لمجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تضع الخطط المتكاملة والشاملة للارتقاء بالمدارس الحكومية في الدولة، ومعالي سارة المسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر. إجراءات وخطوات إن دلت على شيء فإنما تدل على اهتمام حكومة الدولة بالتعليم ورؤية القيادة الرشيدة في إنشاء أجيال ترفع راية الوطن وهي متسلحة بالتعليم ومواكبة للمؤشرات العالمية في هذا المجال.